تشكيله من السي فود، رخويات، اسماك، قشريات. القشريات الجمبري قشرناه، الرخويات الكاليماري، السمك عندنا هنا لان البحر ده فيه ثلاث قبائل، ثلاث عائلات، وعائلات من عائلات الاغنياء شويه. اذا كانت الرخويات كاليماري وسبيت والاخطبوط. القشريات من الاستاكوزا للجمبري لبلح البحر للكابوريا للجندفلي. اما الاسماك بدايه من البلطي للدنيس لقشر البياض للوقار للهامور وهكذا. كل ده مع بعض يا عم الشيف. البهارات بتاعتنا كالاتي: بهر بقى السي فود شويه كاري، عايز ادخل الكاري النهارده في الطبق بتاعنا. انت عملت ايه يا شيف؟ تشكيله زي ما شايف الخلطه دي كده لطيفه وحلوه اهي زي ما هي كده الله، واسيبها على النار كده ونكمل على اللي بعده. ده المطبخ، انك انت ترمي الحاجه على النار وتشوف ايه اللي بعد كده. طيب خلاص السي فود جاهز، بس عشان الساده المشاهدين اللي كانوا بيتابعونا امبارح ويقول لك الشيف المغازي بيوعد، لا احنا مع بعض اهو خطوه خطوه. امبارح كنا هنعمل مكرونه بالبشاميل، وجي نزلت طبعا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكلت امي، غيرت البولونيز بتشكيله من السي فود اهي، ومعانا المكرونه مسلوقه والبشاميل بتاعنا جاهز. هناخد السي فود نحطه هنا كده. مين يا ست الكل؟ طريقه عمل الكانولي. حاضر عينيا. شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ حطيت شويه بشاميل على المكرونه، وانا بعمل التركيبه دي بقى، ده انا بطبق دلوقتي المكرونه بالسي فود جراتان. حطيت المكرونه، حطيت بشاميل، بشاميل اللي عاملينه امبارح، دقيق زبده على النار، دقيق وزبده وحليب. شفتوا طبعا الكاسرولة شفناها امبارح مع بعض، فاكرين ولا ايه اللي احنا عملنا؟ جبنا الكاسرولة دهناها سمنه او زبده وحطينا فيها ارضيتها شويه بقسماط وحطيناها في الثلاجه. اللي ما بنلحقش نعمله في الحلقه بنكمله مع بعض تاني يوم، احنا اسره مكملين بعضنا. السي فود في قلب الكاسرولة، احطه بالشكل ده كده. وقول معايا فاروق الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. تشكيله من السي فود، جمبري، كاليماري، ممكن بدل الكاليماري صبيت زي ما انت عايزه، ونوزع تشكيله السي فود بالتساوي. الله عينيا. زي ما انا شغال كده واحده واحده. نعم يا غالي. المخرج بيسالني سؤال هنا جميل جدا، بيقول لي ايه الاحمر اللي انت حطيته من الازازه الحمراء؟ حلو السؤال ده، وحضراتكم بالتاكيد عايزين تسالوا السؤال ده، ولكن مش عايزين تكلفوا حضراتكم وتتصلوا بينا. ليه؟ الاتصال اللي بيكلم القناه الاولى بيكلمها ببلاش، المكالمه عندنا مكالمه عاديه بسعر عادي خالص، خلي بالكم. اللي انا حطيته حطيت معلقتين من الكاتشب. الكاسرولة بتاعتي كده زي الفل. هاخد شويه البشاميل اللي هنا مع شويه مكرونه من اللي هنا. شوف الخطوه اللي هعملها دي بقى، شويه مكرونه اهو. مكرونه بينا مسلوقه معانا من امبارح برضو، خلي بالكم اللي انا بقوله ده واضح وصريح. نعم يا غالي. طيب حاضر، نحط شويه بشاميل كده على المكرونه. حلو الكلام. ركزوا معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. وشويه جبنه موزاريلا على المكرونه اهي بالشكل اللي انا شغال بيه ده كده. حلو قوي يا شيف. وبيضه على المكرونه والجبنه. حلو قوي يا شيف، تسلم ايدك. كل ده كل ده سنه فلفل صغيره كده. تكنيك عالي، خبره طهويه. دي الطبقه اللي فوق. تاني جبنه موزاريلا، مكرونه، بشاميل او وايت صوص، واقلبهم مع بعض. تاني مكرونه بينا مسلوقه نص سوا، حطيت عليها شويه وايت صوص خفيف، وحطيت بيضه ورشه فلفل صغيره كده عشان الزفاره بتاعت البيض. ما تنسيش طبعا الملح محطوط على المكرونه واحنا بنسلقها، البشاميل اللي عليه الملح واحنا بنعمله، فما تحطيش ملح هنا. وناخد المقدار ده يا عم فاروق وينزل كده بالتساوي على وش الصينيه بتاعتنا اللطيفه الحلوه، ونوزعه بالتساوي. ما تسيبيش حاجه في البوله، استاذنك. ونوزعه كده. على فين يا شيف؟ ده كلام حلو قوي. اللي هياكل من الصينيه دي النهارده هيدعي لي، وكمان قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها كل حاجه، فيها الفوسفور، فيها النشويات، فيها البروتين. طب البروتين جاي منين؟ هي فيها لحمه مفرومه يا شيف؟ بتضحك علينا. الحليب اللي انا عملت بيه البشاميل. نعم ست الكل. حاضر.
حاضر. طيب تمام، شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ الطبق ده بيحتوي على فسفور وعلى بروتين وكل حاجه زي ما انا شرحت كده. انا بحب اشرح التفاصيل الصغيره دي عشان محدش يراجعني. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ انا هطلع دلوقتي المكرونه عشان محتاج الفرن. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه تمام زي الفل. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. اللهم صل على النبي زي ما هي كده. صل على الحبيب قلبك يطيب. هو ده. دلعها له النبي يا فاروق، الله يبارك لك. تستاهل الدلع. الكفته بتاعتنا اخبارها ايه؟ زي ما هي كده. We'll be right back.